فادي. سلام. شلونك يوبا؟ هلا حبيبتي. وي. شلونك يبوي؟ الحمد لله يوبا. سلمى. امي حياتي. حبيبتي. هلا يما الحمد لله على السلامة. هلا يا قلبي. هلا 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 حبيبتي هلا. خلود شلونك؟ الله يسلمك. وي 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 تو ما نور البيت تعالي. الحمد لله على السلامة سلمى. الله يسلمك. تعالي يما تعالي اسم الله عليك ولا تعليك ما شاء الله تبارك الرحمن. حبيبتي حبيبتي انت. شلونك يا يما؟ الحمد لله يما زينة الحمد لله. سلمى. ايوه. من جابك في المطار؟ تاكسي. وي وليش يما ما اتصلتي علينا؟ كاني انا وخذيناك. قلت اسوي لكم اياها مفاجأة يعني. وانا وين العابي؟ حياتي والله ما مقانا يبك شيء. ليش؟ بعد ديت بسرعة. وطلال ليش ما رجع معك؟ يبا تو الناس العطلة وانا وايد مشتاقة لكم. قلت انا ايوه خليه هو بعدين يجي لما يخلص. زين ايش كثر بتقعدين؟ ما ادري. يعني ما حجزتي تذكرة ردة؟ وانتي شكو؟ قاعدة على قلبك انا؟ اي والله قاعدة على قلبك. يما البيت كان اظلم بدونك تو ما نور في حصار. تدرين يما صعد الدار فوق بدلي وغسلي ونزلي سولف. يما اجلس سوالف حق باكر تدرين تعبانة من السفر. اي ما علي يا يما لحقين على السوالف. قوم ارتاحي قومي قومي. اي ما شاء الله تبارك الرحمن ويها راد اللي تشوفين الهوا هناك اللي في لندن يهبل يهبل بشرتها ناعمة رادة. فاطمة. ها. قومي قاعدي ويا بنتك. اخاف زعلانة ويا ريلها ولا شيء. وي فالك ما قبلنا ان شاء الله. ليش تزعل اسم الله عليها؟ البنية رادة من غير ما تخبرنا. ولا ندري متى بترجع لندن. ايش معناته؟ قوم ادرس. قاعد تطالعني وبس حق التخرع. سلمى انت متهاوشه مع طلال؟ هاي ما لا لا شكو شكو متهاوشه. ما تقولين الصج انت متهاوشه معاه؟ يما ايش فيك يما؟ يعني انا عشان زيرتكم خلاص صرت متهاوشه؟ يعني الحين لو اتصلت بطلال وسالته وقلت له في بينكم شيء بيقول لي؟ لا يما احنا لا تدقين ترى فرق وقت بيننا وبين هناك. خلاص عيل اتصل عليه الصبح واساله. لا يما الصبح يروح الجامعه والعصر يروح يقعد بالمكتب وبالليل ينام كنا ديايا. يما ايش فيش تخزيني كذي؟ انت متهاوشه مع طلال؟ ما تردين رد الماي بحنيورك؟ اي يما متهاوشين زين؟ اي انا قلبي كان حاس. ايش عليه مالت عليك متهاوشين؟ يما على اشياء وايد واغلبها سخيفه. يعني مثل شنو؟ قال لك لا تسافرين وانت سافرتي غصب عنه؟ لا يما هو حجز لي تذكره اصلا قال يروح حق اهلك. وي خبره. شو مسوية انت شو مقبرة؟ ما تقولين ايش قالت بالضبط؟ ما ادري يما قالي طالق. ما ادري يما يمكن تغشمر يمكن صج ما ادري. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله على الحاسدين والحاقدين. حسبي الله ونعم الوكيل. كله منك انت كله من شوف عيونها شلون مبققة. ايه حقودة حاسدة. ايش فيك يبا ايش صاير؟ ايش فيني؟ بنتك سلمى تطلقت. يعلش ما تربحين ان شاء الله وتضحكين. شوف شوف شلون شمتانة باختها لانها تزوجت قبلها. وانا شكو انا شكو فيها بنتك ما توفقت. انا شكو لانك حبيبتي اكيد كنت حاطه عينك عليه واكيد انت اللي خربتي بينهم. فاطمه هما بلندن هم شكو بالسالفه. السحر عيوني السحر شكو ناسي ديرة امها. شنو ديرة امها؟ كلها سحر وبحر بس. خلاص بنتك اصلا غبيه لو تزوج 10 مرات ما راح توفق. اسمع اسمع بنتك ايش قاعد تقول. ايه بيني على حقيقتك اكثر. شفت الحقد اللي متروس في قلبها على اختها؟ شفت ولا ما شفت؟ خلاص 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 هندي يبا طلعي دارك. لا والله ما طلعت. مو كل كلمه والثانيه قالت سحر سحر. انا شكو بنتها سلمى. لان حبيبتي امك ما تزوجت ابوك الا بالسحر. سبحان الله اسمها سحر وتمشي بالسحر. فاطمه قض بلسانك خلاص عاد. يلا عاد اقض
يقضب لساني شنو؟ تذكر يوم وداك ابوك السعوديه علشان يقرون عليك ولا ما تذكر؟ لا حبيبي، اذا كنت ناسي اذكرك ولا ادق على خواتك واخوانك وهم يذكرونك، وهذه نفس امها تمشي بالسحر وسلمى كانت عايشه معها بنفس الغرفه تلقى ماخذه من شعرها ولا من اثرها وسوت لها سحر عشان تخرب عليها. يعني هند طلعت بنت الساحره؟ هند ابوي ما عليك منهم، لا تصدقين كلامهم. لا بالله انت مفعول السحر للحين ما طلع منك. فاطمه تدرين ان انا لا مسحور ولا شيء. يا سلام حبيبي، انت ما تعرف تسالف، مسبه، ما تعرف شلون تتصرف. انصحك روح حق المولى علشان يقرا عليك احسن. فاطمه خلاص عاد، بدل هالحكي الفاضي روحي اقعدي ويا بنتك، شوفي ايش فيها، ايش مسويه، ايش مهببه، علشان نعرف نتصرف. انا اللي بتصرف، بردها وريولها فوق راسه، انت فاهم ولا لا؟ روح حبيبي روح. تقول عاد ابوي كلش ما قام يروح حق نوره. اشكره كاشت فيها. اي هو كاشت فيها، بس تدرون شو اللي حروي قهر؟ شنو قولي؟ امي الله يهداها كلها تقول حق ابوي لا لازم تروح تزورها. امبي انت مصدقك؟ امك مصدقها؟ شنو هذا؟ امك ايش فيها؟ مضيعه؟ وهاي بتذبحني. تخيلي ايش تقول له؟ تقول له لا لازم تعدل بيني وبينها. انا اموت واعرف امك من اي عصر؟ شنو ما تحس؟ مسكينه تكسر الخاطر، تقول انا خاف الله يحاسبك. والله لو انا منها مالي شغل بحد، المهم ريلي عندي، عاد هو كيف يتحاسب نار جهنم، المهم احرق قلب شريكتي. يا المينونه انت مصايه. الو هي هندولتي وين وصلتي؟ وياكم. هندوش فيك؟ ليه كنتي الحين قاعد تفكرين بكلام مرتبوك؟ لا مو من صدقك اذا قاعد تفكرين بكلامها، ترى هذه مينونه مو صح، انت ما تعرفينها؟ انت مصدقه ان امك سحرت ابوك؟ لحظه هند، انا بعرف انت لما سالتي ابوك ايش قال لك؟ لا تصدقينه. بس خلاص هذا اهم شيء، انك تاكدتي من ابوك. وشلون مسحور؟ من متى يدري انه هو مسحور؟ ترى كلام هند عدل. سؤال ما حد يقدر يجاوبني عليه. تعبت وانا اساله وما حد قادر ارد عليه. وهالسؤال صاروا الف الف سؤال بمخي بموت. فكرت عماتي ومرت ابوي والناس اللي دار مداري كلهم يتحجون ويقولون بامي. ابوي الوحيد اللي دا تبوني اكذبهم كلهم واصدق ابوي. هند حبيبتي حياتي انت يا قلبي، احنا جايين هنا عشان نضحك ونستهبل. موتة مخنوق بموت إذا ما شكيت لكم، اشكي حق منو؟ هند حبيبتي ذكري يلا، أنا بقول لك شيء أبيك تسمعين كلامي عدل. حتى لو افترضنا أن الكلام مع أمك صح، يعني عواش ايش فيك؟ لا تقولين كذي عن أم هند. خلوني أكمل كلامي. حتى لو افترضنا أن كلامهم مع أمك صح، هند حبيبتي أنت ترى أنت مالك ذنب بشيء. أنا ذنب الندم يمشي بعروقي والكل يكرهني لأني بنت ساحر، هذا ذنبي. هند طالعيني عدل، ركزي بكلامي. هند حبيبتي أنت مو متأكدة من الحكي هذا، وحتى إذا تأكدتي تظلين هند الحبيبة الطيبة اللي نحبها واللي تحاتي الكل واللي ولا واحدة فينا تقدر تستغنى عنها، صح ولا لا؟ صح صح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاي ما توجتين؟ اي يمه توني رادة من درس مصالح. درس مصالح لها الحزة؟ لا يما احنا خلصنا من زمان، بس عاد احنا قعدنا الحريم نسولف وشاي وقهوة وحلو، نسيت عمري. ايه لا يا
عايشة وين؟ راحت تدرس عند رفيجتها. تدرس عند رفيجتها؟ هذه بعد شغلة جديدة، تدرس عند رفيجتها يمه. أنا اللي خابرة الدراسة بالبيت، طول عمرنا إحنا نقعد ندرس بالبيت. ما يخالف يا يمه، مو دراسة الجامعة غير يا يمه، وأختك قالت لي هناك في الجامعة مسوي لهم إيه؟ مسوي لهم شيء، والله نسيت هذا. إيه القروت. القروت شنو؟ قروت يعني ويا بعض. قروب. إيه درس. أنا هذا اللي ما أحبه. القروب القروب هذا ما داني بعيشة الله. البنية تقعد في البيت وتدرس في البيت. إن شاء الله يمه، لا تعدي ولا تضيق خلقك، خلص على أمرك. ما يصير خاطرك إلا طيب. أقول يمه معاذ، راجعت نفسك؟ شنو؟ على موضوع طيبة. لا 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 يبا، خلاص يبا، أنا ما أبي أراجع نفسي وغررت. هذه يبا ما تستحي. المرأة اللي تأخذ حبوب من حمل من وراء ريلها وما تبي تجيب من عيال، هذه مهي مرة سنعة. ما يخالف يما، اعذرها، يمكن البنية سوت كذي لين ما الأمور تستقر بينكم. أي أمور يا يما؟ أي أمور، الله يهديك يصلح بالك. يبا البنية أنا خلاص ما أبيها، ولا تعيدين معي الموضوع مرة ثانية، الله يخليك. ما يخالف يا يما، راجع نفسك، عطها فرصة ثانية. يما لا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة. خلاص يبا أنا قلت لك ما بيها. للحين يدك تعورت؟ يعني ما عيد شوي. صدقين عاد؟ أنا كل يوم عاتب نفسي ليل نهار. شلون دعمت ذاك اليوم ما أدري. إيش دعوة؟ ترى مو لهالدرجة سعود. وبعدين أصلا لو مو الحادث جرى أنا ما أعرفك. نجل أنت غير عن البنات اللي عرفتهم كلهم. أسلوبك، شخصيتك، خفة دمك. أحس الوقت معك يعدي ما أحس فيه. وأنا بعد وايد مرتاحت لك. أنت فيك شيء وايد مميز. شنو ما أدري. أنا متأكد مع الأيام راح تحبيني أكثر. شو الثقة؟ مو ثقة بس راح تشوفين مع الأيام. أوكي بنشوف. أنت دير بالك لا تطيح من يدك. الله يهداك، تعبتنا هالأقراض هذه. تعال حبيبي. شو مريم؟ متى رديتي من بيت نجلة؟ من شوي. طيب شو هالاغراض هذه كلها؟ ماكو، شرينا اغراض حق البيبي. ايش دعوه عليكم تو الناس؟ مريم مريم شوفي هالشورت مو زوغه؟ لا يبا خلي عنك هالشورت، انا بوريك اللي انا اخترته احسن منك. انزين شوفي هالبيجامه. شوفي 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 لونها ينن صح؟ شوفي شوفي هذا راشد عنده بعد حلاته. شوفي حلاته عنون. ها ترى اللون هذا عجيب. ها اي بس احمر. اي في لا اي احمر. اي اي عادي عادي يلبسون. شنو يعني؟ وين الثاني؟ الافرول؟ رايت بارد. مريم شوفي شوفي زوغه. الله شنو مرسوم عليه؟ راشد شوف شوف. والله بيت سياره وشغل عدل. زين وين الافرول؟ وين نسيتيهم؟ لا طبعا شنو نسيته؟ قاو 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 راشد مريم شوفي في الكبابيس. وين هذا سفحه وبعدين انوم فيه. نعم نومينه. لا يبا بقعد ابوس فيه واعضعض ليه الصبح ما خليه ينام. حرام عليك يا راشد. ما في ولدي كيفي بعد. انزل وين الطقم الثاني اللي انت خذيته اخر شيء؟ خليه الحين. وين الكبابيس انا ما شفتهم سرقين لي سيتي بالسوق. اكيد شوي شوي يبا شوي شوي شوي. وانتبهت مريم الحقيقه كانت غافله عنها من زمان. شافت امها بحال ثاني. من متى كانت امها تضحك وتسولف كذي؟ كانت السعاده تشع من عيونها، حتى ملامح وجهها تغيرت. تمنت مريم لو تسال امها هالدرجه كنتي تعيسه مع ابوي؟ عينك بلا عمت عينك بنتي، انا كرهتك عيشتك كلش عاد. لو تلف الدنيا كلها ما تلقى مثل بنتي سلمى، مالت عليك. الو 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 عم بعينك سكرها. ايه ما ينلم قاعد تصرخين عليك انك دلاله. انا دلاله؟ Thank you.
وسميت ذيك السنة سنة الحب، لأن الكل كان يحب ما عدا أنا طبعا. وعيست وأنا أتكلم وأنصح، بس الكل سد أذانه، أحد كان راضي يسمع نصايحي. هيست وأنا أقول عيب وحرام وما يصير، لكن البنات كانوا بعالم ثاني. قصرتي علي يما؟ قصرتي علي يما. وهي مو كذي يما، قصرتي كلش. يا يما ما ادري شلون بتصيرون حريم. استغفر الله يا ربي. والله يما قولي لي. هاي يما. هما كم نفر بيون؟ والله حول 15، بس تعرفين ابوك بالعاده يقول 15 بعدين يصيرون 20. ويلي صاروا 20، شو وكلهم هذيل؟ وي ما لا تخير عينك ضيج، ان شاء الله الله بيبارك لنا بالاكل. المشكله انه فطور، لو عشاء كان مدانا خلصنا وسوينا الشيء بوقته. لا ان شاء الله بنخلص ولنا الاجر. تعرفين ابوك وعلي علي هذه عادته، يصوم الاثنين والخميس ويعزم ربعه. أنيسة يما بطلي الباب. وين ماما؟ مطبخ. هلا نورة حيات. حصة أبيك بكلمتين. يقول ايش عندك؟ مو هني، ما أحب ريحة الطباخ. إي بس يا نورة ما أقدر أهد طباخي، تعرفين أبو معاد بعد شوي بي مع ربعة والفطور بعد ما جهز. شوفي حصة، تقعدين تطبخين وتنفخين وتسوي روحك طيبة من أهل الله، وإذا يم ساعد عندي تقعدين تدقدقين كل شوية على أبو وتسألين عن فطومة. شوفي عاد هالسوالف إذا تمشي على مساعد ترى ما تمشي علي. انتي هاي قصر الكلام، شتبي ايش عندك؟ انتي تسكتين ولا كلمة، قاعدة أكلم أمك مو قاعدة أحاتيش، لا تدخلين. كلميني أنا، ما عليك من أمي، شتبين؟ خلاص يما، خلاص يما. يما خليني أتفاهم معاها الله يخليك. يما روحي شوفي لك، روحي. نورة شفيك أنا مو فاهمة شيء. مو فاهمة؟ يعني مو فاهمة إن مساعد متغير علي؟ مو فاهمة إن الريال ما عاد يجيني يوم وترك مثل قبل؟ ما تدرين ليش مو شايفتك اليوم عندك حتى بيومي؟ بلى وانا ادري انه مقصر. وتحقي منو السبب؟ والله عاد حبيبتي منو السبب؟ شنو مشكلته؟ مو مشكلته اذا الريال مو طايقك ومو طايق ريحتك، هذه مشكلتك مو مشكلتنا احنا. انت تسكتين ولا كلمه ما حكيتك، فاهمه ولا لا؟ وين ما سكت ايش بتسوين يعني؟ يما اهديني عليها عاد. خلاص يا يما روحي، روحي شوفي الاكل يا يما. سمعيني حصه، يعني بدارك ما تستحين على وجهك تربطين عصاعص وتفرين راسه علشان تاخذينه مني وتخلينه يمك؟ لا حبيبتي، كلها سحابه صيف وراح يرد لي مره ثانيه، يبي يهدها الجمال والحسن والدلال هذه كله علشان يقعد يمك يا العيوز يا المعرفطه. خلاص حبيبتي كبرتي، ما منك فايده، كبرتي فاهمه؟ سمعيني والله ثم والله، إذا يا يومي وما تفت عندي لا تلومين إلا نفسك يا حصة، فاهمة ولا لا؟ شكرا ما تقصر. مساعد؟ أنت من متى هني؟ من زمان. من وقت كافي حتى أقول إيش تطلعين من بيتي. مساعد لا تعيدين تمررين. أنا سمعت كل شيء. يلا طلع من بيتي. بمعاد نورة ما كانت تقصد. حصة للحين بتدافعين عنها. سامحيني معاد، أنا قصرت في حقك. أنت يلا توكلي على الله ولنكون تردين البيت مرة ثانية. يلا
يلا يلا شدوا حيلكم، ما بقي شيء على الفطور. يلا 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 يلا. حاضر يبا، ثواني دقايق تلاقي السفرة كلها أكل. حاضرين، ما طلب شيء. يلا يما يلا. ما تتخيلون ايش كثر هالسالفة أثرت على أبوي. يمكن لأنه أول مرة يعرف نورة على حقيقتها، سمعها شلون تكلم أمي، عرف ايش كثر هي حقودة وراعية مشاكل. ومن عقبها تم أبوي أشهر هاجر نورة، وأنا طبعا كنت أكثر وحدة مستانسة. هلا، ان شاء الله لا تحاتون، النتائج تكون بخير ان شاء الله. بس انتم شدوا حيلكم، ما بقى علينا هاي تكوز شيء. يلا شدوا حيلكم. ها يلا هند. نعم دكتور. غريبه اليوم ما سالتيني ولا سؤال بالكلاس. دكتور الحمد لله فاهمه. يا ريت كل الطلبه فاهمين مثلك. لا دكتور لا تحاتي، ترى هم فاهمين وايد مهتمين بالماده. اي مهتمين بالماده، مهتمين بالنتائج مو بس. عنتنك دكتور. هند هند بغيت اكمل شويه. تفضلي. خير دكتور؟ خير ان شاء الله. هند انت عارفه ما بقيش علينا نهايه الكورس، وانا يعني لو دكتور في شيء؟ لا لا ما في شيء. هند انا ما اعرف الف ودوب الحكي، وما اعرف اقول مقدمات. اعطينا رقم بيتكم، انا ناوي خطبك اذا ما في مانع يعني. تجيبين المصدر واسم المرجع عشان تخلصين تقريرك. لازم توثقينه من المصدر. شروحي انا؟ ركزي، دكتورك يبي التقرير باكر. وانا ايش قاعده اسوي؟ ايش فيك حوله ما تشوفين؟ قاعده اكتب. لا تفشليني مره ثانيه. قاعده نجاب لك يا لسعود، وين تركزين بالله؟ وبعدين شايبه جامعتنا؟ هو مو طالب عندنا، ليش يجي؟ والحال علي يشوفني موتي من القهر. ضيعه. شو يسويها؟ محتره من شنو؟ باللي ما يطول العنب حامض عنه يقول. بلا عنب بلا بطيخ، خلصينا خلصي تقريرك، اصلا انا ما احب العنب. هي هي لا تطالعينه كذي، لا تطالعينه كذي فشلتيني. يلا ارتحتي قام، يلا خلاص؟ احسن، ركزي يلا. وخري وخري، ما تشوفين يعني قاعده اكتب يا الحوله؟ ما تشوفي تشوفي تشوفي. لا بالله اكمل. شارع الحب مو جامعه يا نيته، وانت وش قاعد تسوون؟ مسوي نفس هذر عشان تضحك. استغفر الله يا رب، بينوني هالبنات. جوا تاخرتي ليش؟ كنت مع عبد الله كان قاعد يشرح لي النحو. صدقون عاد فهم عدل. ما شاء الله تبارك الرحمن. زين قولي لي، ما شفتي هندو؟ لا صدقك ما قلتي لها بنتي يمع بالكافتيريا؟ بلا قايلت لها بس ما شفتها. وينها عيل؟ ليش تاخرت هذه بعد؟ ايش دراني؟ قاعده تسوين؟ قاعده اكتب. روعه. سلام. اهلين. شلونكم؟ زينين. عندي لكم خبر حلو. شنو قولي؟ كذي ودي من وناس اني ما اقول لكم يا. يلا عاد يلا ما تقولين. تحكي قولي بعرف صعبه. طب بحبي الدكتور بدر؟ كنت واثقه صدقوني، يعني كنت حاسه كذا انه املي ما يخيب. ايوه يا هندو، عاشت هندو. حبيبتي والله انك تستاهلين كل خير. واي انا ودي ارقص ودي اغني ما ادري ايش. امبي بنات خلصوا بارتي على هالمناسبه. تبين بارتي؟ والحين؟ من عيوني هذه قبل هذه قوموا بالبورش. لا لا عندنا محاضرات. لا محاضره بطيخ، قوموا بالبورش. لا اسوي لكم اقوى بارتي. زين عيال يلا قوموا عوشه ترى حول. Thank you.
ما حلاوة الحب كله في يوم وليلة. الله، عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شاغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته، عمري لا شفته ولا قابلته. ضربانة اليوم كل شيء من أجلك. حسنا سأفكر. الو، هلا. لا انا مرتبوها. خير؟ هل لديك شيء اخر؟ دكتور بالجامعه؟ لا شيء. لا لا لا، والنعم فيكم. لا حبيبتي على راسي انتو، بس يعني هذا موضوع زواج وفي كلام لازم انا اقوله لكم. لا هذه أمانة، في أمور كثيرة لازم تعرفينها. تحدثت لتوي إلى تدرين شلون؟ أعطيني 5 دقائق ودكي علي مرة ثانية. إي إي ضروري ناطرتك. يلا. يوم إيش السالفة؟ وأنت شكو؟ بقي قاعد بالتلفزيون. إيش فيه أمي؟ ما أدري، العالم الله. للحين ما حد يدري. ما ادري اذا كانت بنت ريلي ولا لا. امها لعبت لعب فيه بالسحر مسكين. انا يا حسرتي، ترى انا قلبي قلب طير، قلت يتيمه مسكينه اربيها اكسب اجر حق اقطها بالسكه. لا يا وخيتي، ترى هذا موضوع زواج ما ينسكت عليه. واذا انت مصدقتني سالي عماتها كلهم. اي لا فعليك، هذا واجب. لا موضوع مثل هذا ترى ما ينسكت عليه، وانت لك حق علي. يا هلا، حياك الله. هلا ومرحبا. دكتورك بالجامعه يا هندو، اثرك منتهينا. اقول يبا نجله، شلون الجامعه وياك؟ نجله، ابوك يحاكيك. ليبا، قاعد اقول شلونك مع الجامعه؟ زينه تمام. الحمد لله، بصراحه مجال التسويق اللي داشه فيه والتخصص هذا له مستقبل جميل، انا ادري، راح تستفيد منه هي. انت ما غير تخصصي مو عاجبني. ليش بعد؟ ماكو، مليت. يمكن احول محاسبه او اداريه او ما ادري ما ادري اي شيء، اي شيء ثاني. ايش هالحكي هذا؟ ما تحكين ما تقولين شيء؟ والله عاد هذا مستقبلها وهي حره. يا يبا يا نجله، يا حبيبتي كذي راح تاخرين بالجامعه انتي. ويلي يكون هي ميته على الوظيفه. الحين انت بدل لا تشجعينها وتاخذين بيدين تقولين اي والله خوش تخصص كملي، شي تقولين؟ واي احمد، انت طلبت رايي وانا جاوبتك. بس مجال التسويق بهالوقت هذا له مستقبل حلو، انا ادري. وهي عاد كيفها؟ ويوم عن يوم كانت نجلة تتعلق بسعود أكثر وأكثر. حسيت أنها حبتها صج صج من قلب حبتها. تنظفين لسمك يا عدل، مو أشم فيها ريحة زفرة، والعيش تنقعينه عقب ما تنظفينه عدل، فهمتي؟ أبيك تسوينينه محمر. تعرفي شو المحمر؟ يما صبري شوي، المحمر اللي العيش نحط معاه شكر قاعد اشرح لها علامج. يما منو هذه تحاكينها بالتليفون؟ بعرف سالفتها. وانت هذا وقت الله يهداك، بعلمك تطبخ لنا، تعالي. وي شوفي هذه السمكه طلعينها. ويا حسرتي ايش فيك؟ ايش فيك؟ ادري يما لا تشدي. لا عاد تشدك؟ بسم الله عليك. لا عاد شدك؟ يعني انت حامل؟ بسم الله عليك يا يمه.
قاعد تسوين؟ قاعد ارتب الصور. ليش؟ احسن يمه. شوفي هذه الصور يوم عرسي انا وراشد، وهذه واحنا بشهر العسل، وهذه بالمؤتمر اللي كرمه راشد فيه بلندن. وايد مهتمه في الموضوع. اكيد يمه لازم اهتم، الصور هذه جزء من تاريخ حياتنا. اي بس عمري يمه ما شفتش تهتمين بالصور على يوم ابوي الله يرحمه. مريم حبيبتي انا احس ان عمري ابتدى يوم تزوجت راشد، والفتره اللي كنت فيها مع ابوك اتمنى ان هي ما تنحسب من عمري. مريم انت كبرتي الحين، وانا صدقيني قاعد اقول لك اللي بقلبي، وانا جزء من ابوي. حتى انا يما تحسفت انك جبتيني. مريم حبيبتي انت احلى شيء حصل لي بحياتي. انا مو متخيله الفتره اللي كنت فيها مع ابوك لو انت مو موجوده شلون كانت بتكون. ساعات احس انك تتمنين لو انا مو موجوده عشان تاخذي راحتك مع راشد. قمت احس ان وجودي مضايقكم. لا يما لا حبيبتي لا تقولين كذي. انت بنيتي واختي وحبيبتي وكل عمري. مريم انا ادري الفتره اللي طافت انا وايد كنت قاسيه عليك فيها، بس يمكن لاني ما كنت مرتاحه. بس الحين انا وايد سعيده. انت مو ملاحظه ان انا تغيرت؟ بلا تغيرتي، صرتي طيبه وحنونه ولسانك ينقط عسل. بس يا ريت ابوي حاشا شوي من هالحنان والطيبه. يا ريت. انت علامك ما تفهم. ايش فيك؟ اقول لك البنيه حامل. عشته وبنقص عليك، مسوين لها تحاليل، واذا مو مصدق اطرش لك صوره من التحليل. وبدل الصورة 10,000 صورة. ايه الزبدة مو تتيك هناك قصب عليك بتردها بكيفك. هو عدال على العموم مو من بعد لندن. الله يخلي الطيائر، واذا ما تبيها بطيارة حبيبي اوصلها لك بمنطاد. تيك تيك. الو الو صكه؟ اي صكه وسليمه تصكه. اول مره اشوف ريال ما يكون مستانس ان زوجته حامل. تدرين ليش يمه؟ ليش؟ طلال كان دائما يقول لي ما بيش تكونين مع عيالي. ويا حسرتنا، ايش حقه؟ ما ادري يمه، يقول اخاف يورثون الغباء منك. حسبي الله عليه من ريال. ايش ون لندن مو قريبه هني، ولا كان شاف غيبه سوده فوق راسه. الشيخ ابراهيم يقول انه يشوفك تصلي عنده في المسجد. اي يبا حلوه قرايته واحب اصلي وراه. وابشرك يا ابو معاذ صهيب قام يصلي صلاه الفير بالمسجد، اول ما قعد سيده يروح المسجد. ما شاء الله بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. انا كنت واثق انه بينصلح حالك، هذا من فضل الله وتربيتنا فيك. يبا بس صهيب ما قام يروح المركز، كل عيال ربعك يروحون المركز وانت رئيس الجمعيه ولدك قاعد بالبيت، ما يجوز يبا ما يجوز. الحين شفت ابوي مستانس من صهيب، قلت تخرب عليه؟ انت سكتي ولا تبطلي تعلي، سكتي سكتي. بس عاد يلا تخانقون قدامي بعد. يبا الشيخ ابراهيم فيه شيء؟ لا يبا والنعم فيه. ريال دين واخلاق وعلم. انا ارتاح اصلي بمسجده واحب اسمع خطبه الجمعه منه، ومرات يعطينا دروس بين صلاه المغرب والعشاء. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، اسلوبه سمح ما في لا شده ولا تخويف. يا يما الانسان لازم يخاف ربه علشان يتقي.
يمه الشيخ ابراهيم علمني ان تكون علاقتي بالله سبحانه وتعالى علاقه حب، اصلي واعبده واتقيه لاني احبه واحس انه يحبني ونعمه علي مغرقتني، عشان كذي استحي اني اعصيه. الله كلامك وايد حلو، اتصدق عمري ما فكرت بهالطريقه. ما شاء الله الكتاب عجيب 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 اللي عطتني اياه، سهرت عليه امس. صج عجبك يعني؟ اي اصلا ما قدرت اهده لين خلصت اخر صفحه. ما شاء الله قريتيه كله يعني. خلاص دام كذي تحبين الشعر، انا عندي ديوان حق عنتره بن شداد، راح يعجبك وايد، ابي اياه باكر حتى يقول فيه عنتره. لا 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 انت يبا علشان اقرا، انا احب اقرا. صج؟ خلاص باكر ان شاء الله باكر اشوفك اعطيك اياه على طول. ان شاء الله. ان شاء الله. شنعرف ايش تيايا عن اذنك ان شاء الله اخذ راحتك مع السلامه مع السلامه هندو هاو ايش في وجهك مصفوق شنو دكتور بدر قاعد يتهرب مني لا يمكن يتروالج انا تعودت انه بعد المحاضره يسولف معي كذي ويناقشني ما قام يسوي هالشيء زين هندو يعني يمكن مشغول الله اعلم زين البنات وينهم؟ ما ادري يمكن بالكافتيريا زين يلا خلينا نروح لهم يلا عاد ضحكه ايش فيك؟ احس انه يفهمني يدري شنو بقول من غير ما اتكلم عواش اطباعه نفس اطباعي ما يحب الروتين يحب المغامره يحب يحقق كل احلامه ما ادري نفسي بكل شيء انت تحبينه؟ اي وايد احبه لدرجه انه هذا الانسان الوحيد اللي ودي اقضي معاه كل عمري زين دام كذي الموضوع المفروض نتقدم لك عند اهلك. عواش المشكلة ان انا ما ادري اذا هو يحبني ولا لا. شنو يعني؟ انت للحين ما تعرفين شنو مشاعره تجاهك؟ وش ناطرة؟ عواش ما يصير اذل نفسي، تبيني اروح انا اساله يا ولد انت تحبني ولا ما تحبني؟ يا سلام. بالله ما تحكي، بالله ما نطق، ايش بتسوي انهزتها؟ ما ادري محتارة عواش. انا عندي لك خوشة. سألي، قطع الشك باليقين، ما كله كذي. اهلين واي بنات انا ميته من اليوع راح اطلب كل اللي بالكافتيريا هو ليش حضرتك مو ماكله من الصبح لانه مسويه روحها رقيقه وهي تكلم عبد الله يعني اللي يحب ما ياكل مو شغلك مريم ابي عصير برتقال اوكي هندو تعالي قولي لي اهل الدكتور بدر ما اتصل عليكم ويل الحين صدقون لما اعطيته رقم بيتنا كان وايد مشتط اللي حسسني انه يمكن انه يدق نفس اليوم ثاني يوم بالكثير بس تخيلوا انه للحين ما دق اخاف دقه بس انتي ما تدرين ايش فيكم؟ لو داك كان فاطمه قالت لي دام السالفه وراها فاطمه اكيد فيها سالفه انا مو مرتاحه والله شيكو هذه جايبه وياها بالصينيه شيلي شيلي الفايل مالك لو سمحتي بسرعه واي ميته من اليوع اللي تمد ايدها على اكلي راح اكسر ايدها أباكل وكسر قومي اشتري لك بنات
خرعتوني على سالفة مرت أبوي. إي والله تعالي صدق، أنا بعد شلون راح من بالي؟ ترى كلام عواشة عدل، اليوم تردين البيت تسألينها، تسحبين منها الأخبار. أنا راح أعرف الخبر من دكتور بدر. نعم؟ إيش تبي تقولي له حبيبتي؟ تبي تقولي له بدر متى راح تتصلون تخطبوني؟ ترى أنا قاعدة عند التلفون 24 ساعة، ناطرة أمك تدق على أمي صح؟ نجرة على الملعقة، أنا راح أعرف طريقتي. بنات مدوا ايدكم الاكل حقكم. لا حبيبتي احنا ماكلين بالعافيه. بنات انا اذنكم. وين رايحه؟ بعدين اقول لكم. ها ايش فيها؟ هات اكلي. لا خصي بروحك اكلي. ما ابي. خلاص دكتور انا من اخلص البحث اعطيك نسخه. تفضل. ايه اوكي اوكي دكتور. خير ان شاء الله. على خير ان شاء الله. مع السلامة. مرحبا دكتور. هلا هند. خير في شيء؟ دكتور ممكن اقعد شوي في موضوع بكلمك فيه. ايه تفضلي. بس بسرعة ولي عافيتش لأن عندي كلاس بعد شوي. دكتور انت مرة قلت لأنك انت صريح ما تحب اللف والدورة. اي اي عدل عدل. ممكن اعرف ليش انت حاشاني؟ ماكو شيء بس بصراحة ما صار نصيب. ليش؟ الوالدة تبيني أتزوج واحدة من الأهل وأنا ما أحب أزعلها. هذا كل ما في الموضوع يعني. دكتور أنت مرة قلت لي أن أكثر شيء يعجبك فيني ذكائي. ذكائي مو راضي يستوعب أن هذا الكلام الصدق. أنك خاش شيء ما تبي تقوله. الإجابة الصجية. بصراحة الوالدة دقت على البيت وكلمت مرت أبوك. وحدي. الكلام اللي قالته حق الوالدة ضايقها شوية. بصراحة ضايقني أنا بعد. وأنا خرفت النظرة عن الموضوع. دكتور أنا للحين مو فاهمة. شنو الكلام اللي ضايقك أنت الوالدة؟ كلام عن أمك و عن احتمال كونج. دكتور انا ما اسمح لك. عندي يعني مرتبط جد. انا مستعد اخلي الوالدة تتصل على البيت بس تكلم واحدة من اهلك. اوكي اعطيني رقم عمتك او اي احد ثاني. اي احد يقدر يقول لك الكلام هذا. هند؟ هند؟ أكيد الكلام صح. يا هلا وسهلا. وأنا أقول ليش الجامعة منورة؟ هي تشوفك. زين ودوامك؟ هي دوام، انت اهم من دوامي كله. لا اسعد والله من صدري. خلاص روح شغلك عشان ما تتاخر. الحين انا جاي ومتحني وانت تكشين اشكرتي. لا والله مو قصدي. بس انت من قبل هالمره قلت لي ان مسؤولك زعلان عليكم معصب ليش متاخر؟ مديري خيطق راسه بالف طوفه، ايش اللي فيها انا؟ لا اسعد شوف كذي ولا كذي انا ما اقدر اطول وياك، عندي محاضرات وايد وما راح اقعد معك. حاضر. عشانك بس، ولا ترى مو خايف من مديري. انزين اوكي صدقتك. يلا مع السلامه. يلا باي دير بالك. ماشي.
قلب اسود، ما تبيش تاخذين ريا زين تتهنين معاه؟ الحين بنتها مو تزوجت، هي ليش متخرب عليك؟ مو هي ما تبي تزوج هند واحد عنده مركز، تبي هندو تصير اقل من بنتها، ايش فيكم؟ انا ما بعرف بالبيت، ما ادري شنو، ما ادري شنو بسوي لو بشوفها، عادي اطقها، عادي اذبحها، بس لا عاد شفني لعبتها ما تضل تضحك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فطوم، يمهل ولا يهمل. يا ريت سلمى مو حامل، يا ريت اصلا يطيح اللي ببطنها عشان يحترق قلب فاطمه عليها. وانت ليش قاعد تقولين كذي؟ انت بعد بتصيرين نفس اهل ابوي، كل ذنب ان انا بنسحر عشان كذي هم كلهم يكرهوني، تصيري نفسهم انت بعد، هذا بعد انت تعرفيني. هند هند الله يخليك، بس خلاص كافي والله قاعد تقطعين قلبي. هند يعني انت لهالدرجه حبيتي الدكتور بدر؟ انا ما حبيته، بس انا قلت هذه الفرصه الوحيده اللي انا اقدر اطلع فيها من هم اللي انا عايشته مع فاطمه. انا بفهم مرتبوك مو ما تحبك، المفروض تستانس من اي حد يخطبك عشان تفتك. تزوجها زواج يعجبها هي مو يعجب هندو، هذه المشكله. هند انا عندي لك فكره، كلمي دكتور بدر وفهمي ان هذيك ما تبي لك الخير، ما تبي لك تزوجين واحد زين. لا تتحركين من مكانك، مسوي لك بيض عيون ما في مثله. تعالي تعالي. طبعا حبيبي لان من يديك. عفوا عليك. حاضر مريم حبيبتي، تعالي تعشي يمه. عليكم بالعافيه، شبعانه. شنو تعشيتي؟ النجله؟ لا بس مو مشتهيه. على راحتك يمه. خليها على راحتها. اي ريت حبيبي. عليك. حاضر. كلنا كنا زعلانين على هند، ما حد فينا مشتهي ياكل ولا يدرس ولا يسوي اي شيء. ما شاء الله شكلك خلصتي دراسه. ايه خلصت. خير في شيء؟ ايه والله قلت بكلمك بموضوع. يعني موضوع؟ ايش موضوعه؟ ايش في كذي مستغربه يعني؟ والله مستغربة لأنك قاعد تكلمني بذرابة وهدوء، واللي يخليني أستغرب أكثر إنك تبيني بموضوع وأصلاً ما بيننا مواضيع. والله والله يا الدنيا. بس الحين أنا الحين أنا جاي وجايب لك الخير معاي، بتكلميني كذي أفا؟ بس أفا قول يا ويه الخير، هات ما عندك. لا بس الموضوع يعني ان واحد من ربع يخطبك مني. ايش فيك تطالعيني كذي مستغربه؟ ايوه اقول لك واحد من ربع يخطبك مني، قاعد اكلمك جد انا. دام هو واحد من ربعك انا ما ابي. ليش؟ ايش فيهم ربعي يعني؟ انت شايفه عليهم شيء؟ مو عاجبينك؟ لا بالعكس، ربعك زينين وحليوين وطيبين، واكيد يعرفون حقوق المراه مو؟ تطنزين ويا ويهج؟ الحين هذا يزاي انا جايب لك ريل؟ تكلميني بهالاسلوب وبهالطريقه مو عيب؟ يبا حقك علي يا اخوي، بس انا ما ابي اتزوج، واصلا توني للحين بالجامعه. وش لك بالجامعه؟ الله والشهاده عاد، الحين ما ادري ايش بتصيرين. يا معوده المره السنعه اللي تتزوج وتقبض بيتها وتجيب عيال، مو جامعه ودوام وخرابيط. فهمي؟ رفيجك هذا اكيد نفس تفكيرك صح؟ طبعا. وعلشان كذي انا ما ابي. تدرين عاد ان انت مو كفو؟ البنات طقع صور الريايل، يدورون الريال دواره وانت تقولين ما ابي؟ رافس النعمة انتي مو عيب؟ شفت؟ فسقانة مو؟ باكر رفيجاتك لا يتزوجوا وعيلة وشفت عيالهم بتعرفين معنى كلامي وبتحسفين. خالد يبا ذبحتني، بطلت راسي، روح العب بالحوش. لحظة خل اراويك الحركة الصاروخية. صاروخ ان شاء الله في راس عدوك، ذبحتنا.
الحين اراويك يا الهيز. اوه وقف يا قلت لك بردك غصبا عليه. ظنات يا يم ظنات وظنا ما خاف بس يقعد يصارخ علي هناك ويسوي لي شيء. وش دعوه بيعصب ويهاوش؟ لا يا يما انت الحين حامل اسم الله عليك، بيسوي لك دهينه لا تنكتين وبتشوفين. بس عاد انت تحملي شويه، الريال قاعد يدرس ودراسته صعبه. صرت دكتور بالجامعه. اي يما صدق، على طاري دكاتره الجامعه سمعت ان في دكتور كليه العلوم يدور له على مره، بس ها عاد اهم شيء اصلها فصلها واصل امها يما. ترى الحب يطلع على بدرة. إيه ما ينلمون بنات هالوقت يخرعون، والأم السنعة تربي بنتها على السنع. يلا يما يلا توكل على الله، توكل على الله. أمين على شيء يما؟ لا يا يما بسلامتك، بس لا تشيلين شيء ثقيل. إيش فيك الله يهداك؟ هن قومي ساعدي أختك ودي جنطتها برا. يلا دير بالك. شاوي أنت ما تسمعين؟ ما تقومين، قومي شيلي جنطة اختك. هندو هندي يبا، انت ليش سويتي كذي؟ فاطمة سوت لك؟ ايش قالت لك؟ الله يسامحك يا فاطمة، انت حبيبتي، انت نامي الحين وارتاحي، ما يصير الا الخير ان شاء الله. بسم الله عليك. ولا قالت هند حق ابوها عن اللي صار، ولا فهمته ولا شيء. شو الفايده؟ بياخذ حقها من فاطمه؟ اكيد لا. بيرجع الدكتور بدر ويخطبها؟ هملا. عشان كذي اختارت السكوت. ها نامت؟ شكلها وايد تعبان. محمد ترى انا وايد خايفه، شلون بخلي هني عندي بالبيت؟ لا ما كل العافيه ان شاء الله. وي ما كل العافيه؟ انت ما شفت ايش سوت فيني؟ بغت تموتني لو ما انت وخرتها عني، ولا انا ميت الحين. انا بعد مستغرب ليش هي تصرفت كذي. فاطمه انت ايش قلتي لها؟ ايش اللي خلاها تعصب كذي؟ حاشا ما كلمتها، انا كنت اسلم على سلمى وقاعده اوصيها، ما شفتها اللي فجاه طمرت علي وخنقتني. هي ليش؟ ظنين انها غيرانه من اختها. ليش انها تزوجت قبلها وهي اصغر منها؟ اكيد. بس هي يوم عرسها ما سوت شيء. بعد الحقد واندفن بقلبها. وشنو الحل برايك؟ الحل توديها الطب النفسي، يعني بالعربي مستشفى الميانين، ولا خليها هني عندي بالبيت. اي والله وحده تموتني، خلنا نبتك من شرها. لا. يا ريال اسمع كلامي ولو لمره واحده. أنا أقول نزوجها. أول واحد يطق علينا الباب نزوجها إياه. وأنا موافقة.
فاطمة منعت هند ترد البيت، وظلت هند في الملحق فترة طويلة، أغلب الوقت وحيدة، حتى أبوها يطل عليها بالحسرة، خايف من فاطمة وخايف من لسانها. وتغيرت نفسية هند، ما قامت تسولف ولا قامت تضحك مثل الأول، وحاولنا كلنا نأثر عليها، بس كان واضح إن في شيء داخلها انكسر، شيء صعب إنه يتصلح. هند ترى أنا مسويته لازم تاكلين منه، من الظهر وأنا بالمطبخ أسوي. ما الخلق مو مشتهي. يلا عاد هندو عشاني لقمة واحدة. سمعيني عاد، ترى ما يصير كذي، انت لمتى متمين على هالحال؟ صار لك اسبوع ما رحتي الجامعة. مالي خلق الجامعة، مالي خلق افتح كتاب، كره محاضرة الدكتور بدر. ليش حبيبتي؟ ما عندك محاضرات غير محاضرة الدكتور بدر يعني؟ لا تحضري محاضرته اللي هي من وراء مشاكل قطيعة. لا حبيبتي، سمعيني هندو، انت من باكر بتروحين الجامعه وبتحضرين محاضرات الدكتور بدر وتحطين عينك بعينه، انت ما سويتي اي شيء غلط. ابيك تدرسين وتجيبين اي بكل المواد مثل قبل. لا تخلين فاطمه وغيرها يحطمون حياتك، هذا مستقبلك وشهادتك اهم من كل شيء. حاسه اني فجيت، تعبت ابين حق الكل انا انسانه زينه واحاول اكسب احترام. أنا كل الدار مدار يحاربوني، يحاول يكسرون ميادي في وايد تعبت. يعني خلاص تستسلمين؟ هند اللي نعرفها ما تستسلم. تبين أذكرك بسالفة؟ تذكرين لما مرتبوك مرة حكرتك بغرفة وربطت إيدك؟ وحاولت أفتش اللي ربطتني فيه. كم كان عمرك وقتها؟ 9 سنين 10. يا العيارة، وانت صغيرة شي كنتي قوية، الحين تبي تضعفين؟ لا طبعا، بتصيرين أقوى وأقوى. حمد ربي ان انت وياي. أقرب علي من خواتي، عندي أخت واحدة وقصتني. إحنا نموت عليك. بعدين إحنا خواتك، شنو مثل خواتي؟ إحنا خواتك. يا بختك، كل هالكم يوم والتخرج وفتك من الجامعة. بس أنا متضايق مريم. ليش؟ أنا مو مستانس لأني بهد الجامعة وكذي ما أقدر أشوفك. مريم أنا أحبك. أنت تدري إن أنا بعد أبادلك نفس الشعور. صدق؟ خلاص دام كذي حيل أنا أول ما أتخرج أي خطوتك. لا عبد الله تو الناس أصلاً مطولة بالجامعة. صدقيني مريم أنا راح أساعدك بالدراسة وتزوجنا. بالعكس أنا بعدين مو من الريايل اللي طلباتهم ما تخلص. انا راح اساعدك تنظيف البيت، اغسل المواعين، اغسل الهدوم، اسوي كل شيء انا، لا تخافين. ابو عبد الله من صدقك؟ اي اصلا ما في هالشيء اذا الريال ساعد زوجته. عبد الله انت وايد مستعجل، انا اقول نصبر شوي ونتزوج بالوقت المناسب. وانا اخاف تطيرين من ايدي. اصلا انا مقتنعه فيه وما راح ازوج احد غيرك. سعود، أقدر أعرف أنا شنو بالنسبة لك؟ نزلة من عرفتك حياتي تغيرت، نفست فوق حدر، ما أقدر أطلع من البيت إلا لما أكلمك، ولا أقدر أنام إلا لما أقول تصبحين على خير. كل هذا وتسأليني بعد إلا ما قلتي لي أنا شنو بالنسبة لك؟ شوف أنا أحب شخصيتك ومستانس على سوالفك. بس؟
ايش في وجهك شيء صار؟ ما ادري عنك، قاعد اكلم الجد قاعد تغشمرين. انا مو قاعد اتغشمر، بس انت شنو حس بالك اني بقول؟ اني ميته عليك وما اقدر اعيش من غيرك، اقول حبيبي، اصلا انا الف واحد يتمناني. واي واحد يتمنى اني بس اضحك له نص ضحكه. خلاص يا المغروره، استبين الصراحه، حق السنغرين. ويت ايام الامتحانات وقمنا نشجع هند على الدراسه، حاولنا نكون مع هند اغلب الوقت، وشوي شوي بدت تتحسن نفسيتها وترجع لنا هند القديمه. خلصت الامتحانات وخلصنا من همها، وصارت تطلع بسيارة نجلة أحلى وأحلى. لفيها عدل يا يما. إن شاء الله كاشفة يما قاعدة لفها عدل. لا يما، لفيها عدل علشان بالطبخ لا تفتش ويطلع العيش. إن شاء الله. قواكم الله. الله يقويك يما. أي يما، كذي لفي كذي عدل حبيبتي. قولي أمي. أمي ما شاء الله عايشة تعلمت منك كل شيء، شكلها بتصير ربة بيت سنعة. الله يعطيني الصحة يا يما وأعلمها كل شيء بإذن الله. إن شاء الله. أقول عايشة، أنت الحين يعني تعرفين تطبخين وايد أشياء، تعرفين تسوين مشبوس دياي ولحم ومصقعة. يعني للحين قاعدة أتعلم. أنت إيش فيك قاعد تسأل؟ لا أسأل يعني أقول تعرفين ولا ما تعرفين، لأن واحد ثاني بعد من ربع خطبك مني. ما هذا إيش فيك؟ أنت هديت شغلك الحين تشتغل خطابة؟ ها إي مستحي. يبقى أنا خايف عليك، أبي مصلحتك، ابي لك الستر وابي لك واحد ريال نثق فيه ريال. وانا قلت ما ابي اتزوج الحين. صدق عاد يا يمه، حتى ام سالم ذاك اليوم سالتني عنها بالدرس. يمه ايش فيكم؟ ايش فيكم علي؟ شنو ماكو غيري بهالديره؟ اي مو علشان لا تعنسين وتقعدين تطيحين بكبده هني بالبيت. لا والله، وليش اعنس ان شاء الله؟ ترى انا للحين صغيره وللحين ما كملت 20 سنه، ليش تبوا تزوجوني؟ 20 سنه صغيره؟ يكون بعلمك، يكون بعلمك، بس في الدول المجاوره المسلمه اللي جنبنا، الدول المسلمة يزوجون بناتهم على ال 12 13 سنة 14 سنة، وتقولي لي 20 صغيرة؟ اشوني مو عايشة بهالدول. انت ماكو فايدة فيك، راس يابس، راسك قوي. يلا يما في امان الله. مع السلامة. اقول يما، ليش ما تشوفين الولد اللي قال عنه اخوك؟ لا يما، ما ابي اتزوج واحد من ربع معاذه. انزين خلي ربع معاذ، ولد ام سالم جاسم ايش فيه؟ وش فيكم؟ ليش تبون تفتكون مني؟ ايش فيكم؟ يا يما يا حالات البنيه لما تتزوج وهي صغيره وتعيل وعيالها يكبرون معاها تصير بعدها شباب، انتم شباب ايش فيك؟ زين والدراسه والجامعه؟ يا كثر البنات اللي تزوجوا وكملوا دراستهم ما فيها شيء. يا يما يا بعد عمري، هذه فرصه ومو كل مره يجي لك واحد زين. فكري عدل يا يمه.
الله يهديك. ومرت الأشهر وولدت كوثر، يابت عمر ويا فرحة راشد وكوثر بعمر. وحست مريم بشي غريب، حست انها صارت برا الصورة، في صور نشوفها ونسأل نفسنا ليش صعب نكون جزء منها. وصور نشوفها ونزعل من الظروف اللي حالت بيننا وبينها. وصور نطالعها بحيرة ونتساءل يا ترى لنا نصيب مع صاحبها ولا لا؟ متى شفت الصورة؟ أمس. يصير لكم؟ ما يصير لنا، بس يصير ولدهم سالم في جتم. انت ما صدقك؟ شو اللي مخليش تفكرين بهالموضوع؟ احنا بعدنا صغار. تدرين عاد الموضوع هذا بالذات قاعد افكر فيه من زمان. ليش؟ بس خلاص ابي اتحكم بحياتي، ودي اتخذ القرارات الخاصة فيني بروحي من غير ما اي احد يتدخل فيها. ابي افتك من سلطة المهادوه. مليت حاطة ايدي على خدي وما اقدر اقول عن قراراتي اي او لا، هم يتخذون قرارات عني، ما يصير كذي. انت ليش محسسني انك بسجن مو بيت اهلك؟ شوفي حياتي وشوفي حياتك. انا علشان اشتري بدله حقي لازم امي تفحصها من فوق لتحت، تشوف اذا كانت مطابقه للشروط ولا لا، واذا بحط مكياج بوجهي مو عاد اسوي لي 16000 سالفه. حتى تخصصي بالجامعه انفرض علي فرض. وعلى اساس ان الحياه الجديده اللي بتختارينها وايد احلى. اي ان شاء الله، ليش لا؟ عواش، حتى لو ظروفك ببيت اهلك صعبه ما تتخذين قرار تسرعين كذي، ايش فيك؟ عندي اهلك واللي براسك تسوي. انت ايش فيك؟ انت ليش يزبالك ان احنا نفسك؟ انت اي زعلتي مع اهلك طق براسك، رحتي قصيتي تذكرتك ورحتي امريكا، يبا احنا غير وانت غير، احنا مو نفسك. حبيبتي بس هذا مو معناته انها تتزوج شايفه واحد بصوره، وين قاعدين احنا باي عصر؟ انا راح اشوفه حبيبتي، هو مع امه بيزورونا وبقعد معاه وبتكلم معاه. ومن خلال هذه القعده بتعرفين اذا هو زين ولا مو زين. ما شاء الله عليك، عاد تصدقين انا توقعتك وايد اعقل من كذي. يعني شنو تبيني اسوي؟ تبيني اطلع معاه واسوي نفس سوالفك؟ هالشيء غلط وانت تدرين انه حرام. اقول انا مو جايه هني تعطيني دروس دينيه، انا قاعده انصحك حق نفسك، ايش فيك انت؟ زين يمكن يطلع خوش ريال ويمكن يطلع العكس. اي والحل؟ انا اقول لك اختاري امي ولا سفينه؟ والله حسبالي عندك سالفه. تدرين شلون؟ اعطيني ذج انا بقرا لك كيف بشوف اذا هو خوش ريال. والله الشر علي انا اللي انا قاعده هني وقاعده اخذ رايكم. بس خلاص عشان ما نشغل فيهم. سمعي انت، شوف الريال قاعدي معه، ما تدرين يمكن هو هذا الريال اللي انت بتاخذينه والله كاتب انك تاخذينه. لك حق توافقين ولا حق ترفضين. حي الله من يانا، زين شفناك. الله يحييك فاطمة. وينها في؟ ما اسمع حسها. نايمة. ايش فيك يا حسرة؟ كنك قاعد عندي بالغصب. نور انا جاي اطل عليكم، ماني جاي اتهاوش. انزين شنو هذا؟ هذا خبز بالتمر، نقصة من المعاذ حقك. مشكورة وما قصرت. بتعش عندي الليلة؟ اي بس لا تكثرين، سوي خفايف ان شاء الله. عمر يا عمر حبيبي، يا عمر حياتي مامي حبيبي. مريم شوفي شلون قاعد طالع التلفزيون، يعني انا كبير. يما خلاص ترى اذيتينا، بتابع الفيلم. ضحك عمر وبكى عمر، حسستيني معجزه يا اهل يضحك.
You understand? حبيبي تعال. What the hell can I say to you to stop you? Why would you want to? بعدين تعالي. أنا ما شوفت تشيلين أخوك ولا تلعبين ولا تهتمين فيه. ليش ما تحنين علي ها؟ والله عاد كافي على حبك ودلالك. أصلا أنا أحس إنه لاعب شبدة من كثر ما تشيلينه وتبوسينه. خلاص حتى الخدود صاروا حمر. مريم أنت تغارين من عمر؟ أنا أغار؟ مريم أنا أدري أنا الحين مهتمة بعمر أكثر منك بس لأنه ندفة طبيعي إني أنا أجابله لما يشد حيله شوي أجابلك أمه. والله يا إما ما أدري من متى أنت اهتميتي فيني ولا دريتي عني. أصلا أنا طول حياتي حاسة إني أكبر من عمري. حتى إن أبوي كنت أجابله بالوقت اللي أنت كنتي مشغولة فيه بنفسك. وحتى أنت ساعات أحس بذنبك. أنصحك وحل مشاكلك. والله عليك أي اهتمام أنت حكين عنه هذا؟ يعني أنا أمك ما لي قيمة عندك؟ أمي على عيني وراسي. بالأول كنتي مشغولة بنفسك وبعدين براشد والحين بعمر وأنا تنطريني يعني لما نتزوج بعدين تفكرين تهتمين فيني؟ شو قاعد تسوي يما؟ ماكو يما قاعدة أفرز هدومي القديمة عشان وديهم جمعية خيرية. زين تسوي؟ أقول يما يلا بس عشان العشاء جاهز. أبوي وصل؟ لا أبوك راح عند نورة ويمكن تعشى هناك. شنو؟ راح حق نورة؟ إيه. ليش يروح لها؟ أنا اللي أعرفه أبوي ما قام يروح حق نورة من الشهر، شو اللي مودي؟ أنا قلت له حنيت عليه، قلت له لازم يروح لها. يا الله هالأم بتجنني. اكو مرة عقلها براسها تقول حق ريلها يروح حق الشريكة، شو السالفة يما؟ يا يما ما يصير بعد تتم المرة معلقة، لازم يروح لها ويشوف طلباتها. استغفر الله، لا تحاتين، طلباتها قاعد توصل لها. صهيبو كل راس شهر قاعد يودي لها الماكلة، قاعد يودي لها المصروف. اي بس لا تنسين انها هي بعدها على ذمتها. ويه ما علينا من نورة. قولي لي يما انا قاعد اشم ريحة حلوة، ريحة لذيذة، ايش طابخة اليوم؟ خبز بالتمر. الله صدق يما؟ من زمان عنا، ايش طاري عليك؟ ما ادري، تصدقين وطرشت حق نوره بس ان شاء الله يعجبها. ايه ان شاء الله يعجبها يما، ايش رايك تدقين على نوره تقولي لها هلا نوره حبيبتي ان شاء الله الخبز يعجبك واذا ما عجبك حياتي انت نسويك مره ثانيه. بس 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 يلا خلصي لا تاخري. نوره وين خبز التمر؟ شميت فيه ريحة مو زينة، ريحة معفنة. معفنة؟ طول الطريق أشم ريحته خنينة، تقولي لي معفن؟ أنت تدري إيش كثر أنطر معاذ على ما تسوي لي إياه؟ يلا قومي روحي بي، يلا. قطيتها بالزبالة. زبالة؟ نعمة الله تقطينها بزبالة؟ لا تقعد تنرفز على راسي، شميت فيه ريحة مو عدلة، قطيتها بالزبالة، شنو صار يعني؟ صار إني أبي آكل خبز التمر اليوم. شلون يعني؟ يعني يا ناكل خبز حصة يا ما تبي تعشى عندي؟ يعني لهالدرجة ما تقدر على فراقها؟ شرها مو عليك، شرها علي أنا، أنا الغلطان اللي سمعت كلام حصة ويتزورج. ويوم عن يوم كانت علاقة أبوي بنورة تتوتر أكثر وأكثر. حسيت أن أبوي ندم على زواجه منها، لكن كان صعب علي يعترف بهالشي لنا. عجيب صح خبز التمر؟ اوه مسكر. احنا نبي الحميسه، وين الحميسه؟ اوه يما وين الحميسه؟ يلا يلا يما. هلا هلا والله يبا. هلا 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 حياك حياك. الله يحييكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. للحين على العشاء؟ للحين يلا تونا مسمين. حياك حياك استريح. انت ما تعشيت يما؟ يما اقعد 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 لا تطوفك هالحميسه مسويتها امي تسلم ايديها. الله حميسة من إذن أمك أكيد مسكته. ما شاء الله ريحتها خنينة. الله يهداك ومعاه إيش فيك أنت اليوم؟ يبا خف على أمي شبيها صار فرن لونه أحمر. ريحة لا تملي استحوا سكتوا إيش فيكم؟ يبا أمكم تستاهل كل خير مهما أقول فيها ما وفيها حقها. قدام العيال على رج. يبا ذوق الحميسة ذوقها. يبا باكل من القجة. بالعافية 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 يا ابو بالعافية.
صح؟ ما نحصل على حميزه جديد. اذا مو من ايديه امه ما نحصل. بالعافيه يبا بالعافيه. ايدك عاد. بسم الله. الو السلام عليكم، شلون شو خيتي؟ التلفون هذا امك بالخطابه؟ اي شلون جساتك بخير؟ معاك فاطمه ام خالد. يا هلا ومرحبا فيك. الا ايش بقول لك يا اختي، انا عندي بنيه. اي هي مو بنتي بس انا مربيتها، هي بنت ريلي. لا البنت ما شاء الله شاطره وذكيه، مخها كبره ومتعلمه. أبي لها كذي ريال سنع، يعني حروة 20-21 سنة. لا ما عندها شروط، المهم ريال يفهمها يقدرها. إي هذا اللي نبيه إحنا. ولا يهمك خلاص، يعني أنطر منك أنا تليفون. عيل تدري شلون، أنت سجلي رقمي الحين وكل ما استعجلتي في الموضوع أطيب خاطرك أكثر. إيش قلتي؟ الله وناسه، صدق باكر بيخطبونك؟ اي مريم بيوني عقب صلاه العشاء ان شاء الله. زين اقول لك عوشو، يعني انت مو حاسه ان بطنك عورت كذي كبد شلون؟ استغفر الله يا ربي، ليش ان شاء الله؟ ليش اخاف؟ ما ادري كذي احس انه امتحان. بس تكفين الله يخليك، شو اقول امتحان بالموضوع البنيه؟ تبي تتزوج ما تبي تروح تمتحن؟ وبعدين انت تعالي، شنو باكر رح تلبسين؟ ويييي تصدقون عاد هالموضوع بالذات ما فكرت فيه؟ ما شاء الله عليك شاطره والله، لو انا منك شهر كامل بالسوق ادور نفس حق المناسبه. ويش دعوه؟ شنو ويش دعوه حبيبتي؟ الريال لما بيشوفها يبي يشوفها شنو لابسه عشان يعرف شنو ستايلها، انيقه تحب تلبس ستايل. بس 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 حبيبتي، ما يبي لها سين وجيم وقصه حبيبتي، بروح اشوف الكبت في شيء مناسب لبسته، ما في شيء مناسب رحت السوق. ما شاء الله عليك، لا بنطرك انا. ويه ما اعرف ملابسك. ما تشغل فيها ترى، ما عندها سالفه صدقي. هاي انت تعالي شو بتسوين؟ الحين تشوفون. اذا بطلع لك من هدومها مو تلبسي دير بالك، هذه ما يلبس من هدومها. ليش ان شاء الله حبيبتي شو فيهم ملابسي؟ حبيبتي تقصد ان ملابسك مرصرصه وضيجه ما تنفعني. اي بصراحه صدق ملابسك كلها ضيجه. صدقوا ما تستحون على وجوهكم شرها عليانا، يلا روحوا زين. نجوم حبيبتي بس ابي منك شغله صغيره، يعني ابي شويه كحله شويه حمره هالسوالف، يعني تدري ممنوعه عندنا بالبيت ما اقدر ابي. انا عندي حمره شحالات تهبل. روحي طيبتها حمره فاتحه امشي وشوي امشي. سمعتي شو تقول؟ الحمره والمكياج ممنوعين، يعني تخيلي تاخذ لبسك عادي او اشوفك ما بشوفك عادي. شوفيني انا اللي احط لك الحمره. اشوفك في صدق والله رزقني بخوات، صديقاتي كانوا خواتي كلهم كانوا مهتمين فيني. يومها فرحت وايد وحمدت ربي ان عندي صديقات عمري. كانت هذه أول مرة أشوف فيها جاسم، حسيت أنه وياها مريح، جسامته حلوة، الكلام اللي دار بيننا كان وايد قصير ومختصر، يمكن لأن الكل كان حوالينا وما قدرنا ناخذ راحتنا. سلام. عليكم السلام.
شلونك؟ شخبارك؟ زين الحمد لله. ايش عندك مجاب لها الكتب العاطفية؟ قاعد اقرأ. ناقصت شي؟ محتاجة شي؟ ايش فيك مستغربة كذي؟ هند حبيبتي ليكون تعبالك انا مستانسة انك قاعدة هني بالملحق بروحك، لا حشا والحشا عن الف يمين. انا صدق صدق بخاطر تكونين معانا وبين اخوانك واهلك، بس انت الله يهداك ذاك اليوم ما ادري ايش ياك، بغيتي تذبحيني؟ ايش المطلوب؟ ابيك تنزلين دارك وتقعدين هناك بدل ما انت قاعده هني بالملحق بين الزهويه والفيران. وي الزهويه والفيران صاروا ربعي اصلا، صرت امون عليهم اكثر منكم. الله يقطع سوالفك. هلا اقول ايش رايك ننزل السوق مع بعض؟ ليش؟ هو ما في ليش، من زمان ما شفتك لابسه شيء جديد. ننزل نتمشى ونغير جو وناخذ كم بلوزه كذي حلوين حقك. ودي اصدقك بس ما ادري ايش حاطه ببالك انتي. شوفي هالكلام ما يدش العقل، ايش عندك؟ ما عندي شيء. ام تبي تشتري حق بنتها شويه هدوم جديده، فيها شيء هذه؟ لا ما فيها شيء، بس ام اللي فيها شيء الحين. بعد هالتفرقه بيني وبين سلمى وخالد وبعد الضيم اللي انا شفته تجيني تقولي لي ام؟ ايش عندك؟ قولي من الاخر. والله عاد اللي عندي ان في ناس يعني يشوفونك يزات، يعني باخذك تشتري كم شغله جديده عشان تلبسينهم قدامهم. يشوفوني؟ ايه جايين يخطبونك. يبا وضحت السالفه، بتكشخيني وتلبسيني وتخلينهم يشوفوني وعجب الريال، بس حبيبتي انا ماني متزوجه قاعده على قلبك. سمعي عاد، غصب عليك بتنزلين وبتشوفينهم، والريال اذا دشيتي خاطره بتتزوجينه غصب عليك، فهمتي؟ ليش حبيبتي؟ وانا مالي راي؟ يلا خذوه فقلوا يشوفوني وينقوني. شايفتني لعبة ولا بدلة ولا مانيكان معروض بالفترينة؟ لا حبيبتي أنا عندي راي. وبعدين شنو شنو هم يشوفوني وينقوني؟ الله وافقوا. لا حبيبتي قاعدة على قلبك. هندو سمعيني عاد، لا تعانديني، ترى مقعدتش هني بالملحق بكيفي برضاي. لا تقولين أبوك هني وبحاميلش بقعدتش بمكان ثاني، ترى أطردتش من البيت بكبرة. مو تقولين اني بقطتش في الشارع، لا حبيبتي اقطتش في الشارع وبهذلش تبهذل. اي نعم بشوف من اللي بضفك من عقبي. يلا عاد سمع الكلام وحطيه هني، مالت عليك. أقولي معوش صليتي صلاة استخارة؟ إيه ما صليت، بس للحين مو مرتاحة. ليش يما؟ إيش في الولد؟ الحمد لله الولد خوش ولد وثقيل وآدمي، وبعدين أمه أم سالم مرة سنة تنحط على الجرح يبرى. يما أنا أدري إن أم سالم زينة، بس إيش دراني عن ولدها؟ كأنت إيش زينك؟ بس شوفي معاذ مصرقع. ردينا على معاذ، خلينا بجاسم. انت شايفة على الولد شيء؟ وهذه المشكلة اني ما اعرف عنه ولا شيء. يما انا الحين ما قلت لك عنه كل شيء، ما قلت لك الولد وين يشتغل وانه خريج كلية الاداب وانه الوسطاني بين اخوانه. تعالي صج، قالت لي ام سالم ترى الولد ما يحب اللحم، يحب الدياي. اي لحم واي دياي يا يما؟ انا قاعد اتكلم عن افكاره، عن احلامه، عن طموحه بهالدنيا. من وين تبين الحج والخرابيط؟ يما أنا قاعد أتكلم جد، مو خرابيط. يا يما عقب الزواج تقدرين تغيرين كل شيء. يعني بعد الزواج أقدر أغير أطباعي اللي ما تعجبني؟ يما ما سمعت المثل اللي يقول ولدش على ما تربينا وريش على ما تعودينا؟ ربيتها وهي في المهاد، بنت
سنة متربية أخلاق ما شاء الله عليها شغولة ما تقعد. إي والله. وتدرين ليش شافت نفسها فاضية ما تحب تقعد بمكان، تحوس مني ولا تحوس مني، ودشت المطبخ وتسوي ذيك الكبة ولا تسوي ورق العنب. ربت بيت ربت بيت تبارك الرحمن. سنعة وتعرف السنة عدل. وإذا صارت من نصيب ولدك فيصل لا تحاتينا، رق ديوامنا إن شاء الله. هلا هلا بهند بنيتي. يا هلا. مستحية ما عليه. الحين إن شاء الله كذي تقعد يمي وتاخذ وتعطي وياكم. هلا هلا أمي. هلا هلا. بعد البنات يستحون هذا السنع والأدب. أقولهم فيصل إيش رايش نقعد بالصالة الثانية؟ أوكي. أوكي. يما دونا وراحوا. مواقف ما احبها انا كل شاري. وانت تدرين اول مره يعني اقعد هالقعده. شكلك متوتره. على فكره حتى انا متوتر ترى مو بس انت. هذا التوتر شيء طبيعي، شيء صحي ترى ان الانسان يتوتر. عشان شكلك مغصوبه على الزواج. ابشرك. حتى انا مغصوب. ضحكي خلينا نشوف الوي، خلينا نشوف الابتسامه، خلينا نشوف نسمع صوتك. انا سمعت ان صوتك بيبي فيس. ما يصير؟ انا اسف. اول مره اشوف ريال ينغصب على الزواج، العاده بس البنات. لا الحين غير، الحين حتى الريال ينغصبون على الزواج. انا امي الله خير يدي قالت لي هالسنه ما تعدي الا انت متزوج، هي اللي قررت. مثل ما تقرر وايد اشياء بحياتي. لا شفتي؟ هذا اللي ما احبه. بالعكس اتوقع ان شخصيتي ضعيفه، شخصيتي جدا قويه، حيل فوق ما تتصورين قويه. في البيت انا اللي يعني اطرش امي يبولي ماي، انا اطرش امي، يعني شخصيتي حيل ماشي عليهم في البيت. لا بس انا احب اسمع كلامها لان هي وايد سوت لي اشياء وضحت بحياتها وصحتها، كانت تسهر على راحتنا، يعني الحكي اللي تعلمناه في المدرسه. فانا اليوم يعني قاعد ارد لها بعض من هذه الجمايل اللي سوتها حقي امي، صح قاعد اقول انا؟ عهد الام غاليه، لازم الواحد يسمع كلامها. عاد يقولون انك ربيت بيت ممتازه، وعلى فكره هذا اهم شيء عند امي. انا اعتقد ان الاتفاق بين الزوجين هو اهم شيء. اي بس امي من حريم اول، وشفتيها ما شاء الله مره كبيره مو صغيره، يعني عندها المره السنعه اللي تعرف تطبخ وتنظف وتكنس، هاي المره السنعه عندها. وانت؟ انا عندي اهم شيء لما اشوفك ابتسم. اقصد يعني لما اشوف زوجتي، يعني اذا الله كتب نصيب ان شاء الله، ابي احس ان انا ارتاح بقربها اكثر من اي مكان في الارض. بس انت مساعة قلت انك مغصوب على الزواج. اي بوي هذا مساع، ومساع فعل ماضي، احنا عيال الحين. لما شفتك بصراحه غيرت رايي. ليش؟ يعني ما شاء الله صراحة السوالف وياك يعني خلتني ارتاح نفسيا، يعني ارتحت لك. ها انا يعني عشان لا اكون كذاب ما ابي اقول ان هذا حب من اول نظره، بس بقول ان يعني الله يحبني مثل ما قال ربي، الطيبون للطيبات، وانا مبين علي طيب، يعني قصدي انت طيبه. بس انت ما تعرفني. يعني كل شيء بعد الزواج بتعرف، يعني اقصد فتره الملكه كيفك؟ يبا انا سالت عنه والكل مدحه ما ما بس هو شهادته ثانويه، وانت تدري فيني انا ابي اكمل ماجستير ودكتوراه. شو المشكله؟ يعني راح يصير في فرق بين الشهادات، هو ثانويه وانا ماجستير ودكتوراه غير. مو مهم يبا، اهم شيء الريال يودج يعزج يكون سند لك. لما تكونون في بيت واحد لا تهم الشهاده ولا شيء. انت تفتكين من اذى فاطمه وشرها، بيكون لك بيتك انت الامره والناهيه، لا في كلمه تغفك الصبح ولا كلمه تقلب كبدك بالليل. ايوه ايش قلتي؟ يبا بس اخاف ما ارضى اكمل دراستي. مو بكيفه،
اشرط عليه تكملي الماجستير ودكتوراه واللي تبينه. ها ايش قلتي؟ فكر. كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت ضحكتي لك فيها شي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه منتظري علي. عموري نام؟ اي رضعته ونام الحمد لله. اليوم بذوقك عشاء احلى عشاء اكلتي بحياتك. الحين صار لك ساعة تحوس بالمطبخ، عسى بس الطبخة تطلع زينة. افا تشكين بقدراتي؟ اذا صدق شكلك خرتها. خرتها ها؟ تدرين شلون؟ انا بذوقك هذه عشان ما تقولي لي خرتها. لا 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 لا، شنو هذا؟ لا ما راح اذوق شيء. شنو لي؟ لا لا لا، اقول لك شكلي. تعالي تعالي. لا خاف يصير فيني شيء. لا لا تعالي، شنو يصير فيني؟ من اليوم اطبخ واحوس وحالتي حالة. لا لا راشد لا لا لا. يبا دياي هذا انا ذابحة بيدي بعد كمين. مريم حبيبتي تعالي، راشد صار له ساعة قاعد يسوي لنا العشاء، تعالي اكلي معانا يمه. عليكم بالعافية. يلا حبيبي يلا خلينا نكمل. احط الصحون عشان ننشب. الو هلا عبد الله، شلونك؟ لا ما فيني شيء، قاعد اقول لك ما فيني شيء. عبد الله انا مو قلت لك ناجل موضوع الزواج؟ اي خلاص انا موافقه نتزوج الحين.